أهلا بكم مشاهدينا في هذه المقابلة الخاصة مع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الدكتور عماد السايح، والذي سنتناول معه أهم الملفات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية من إمكانية إجرائها في موعدها نهاية هذا العام، بالإضافة إلى التحديات الأمنية وأيضا الاستقطاب السياسي في البلاد وتأثيره على إمكانية إجرائها والدعم الدولي لإنجازها. أهلا دكتور عماد. نسأل اليوم في البداية، ما هي أبرز النقاط الخلافية الحالية التي قد توقف سير العملية الانتخابية في هذه المرحلة؟ هو طبعا احنا بالنسبة للمفوضية كإدارة انتخابية دخلنا في عملية التنفيذ الفعلي، المرحلة الأولى التي بدأت في 4/7 وهي تحديد سجل الناخبين، وكذلك العديد من العمليات التي لا ترتبط بشكل مباشر مع القانون الانتخابي، ولكن إلى حد الآن المفوضية تنتظر استلامها للتشريعات والقوانين الانتخابية بحيث تنطلق في استكمال بقية المراحل العملية الأخرى اللازمة لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر. الصعوبة الحالية تكمن في عدم استلامنا كإدارة انتخابية، عدم استلامنا التشريعات الانتخابية لكي نلتزم باستحقاقات 24 ديسمبر. وطبعا هذا الشأن خلافي بين الأطراف السياسية اللي هي حاليا تتنازع المسار السياسي للمرحلة السياسية القادمة. فهذا الشيء الوحيد الذي يقع عائق أمام تحقيق استحقاقات 24 ديسمبر. دكتور عماد، ما هي أبرز اليوم الجهود المبذولة سواء من قبلكم يعني كمفوضية لمحاولة يعني تقريب وجهات النظر بين الخلافات الحاصلة الآن في الوضع السياسي بين الأطراف السياسية للوصول إلى الانتخابات؟ له دورنا ينحصر في الاستشارات الفنية اللي بنقدمها للسلطات القائمة حاليا على والمشرفة حاليا على رسم مسار الدستوري، سواء كان مجلس النواب أو لجنة 75 أو المجلس الأعلى للدولة أو البعثة الأمم المتحدة. فإحنا دورنا ينحصر في تقديم الاستشارات والفنية التي تمكن الجميع بما فيه مفوضية من الالتزام باستحقاقات 24 ديسمبر، ولكن لا يوجد لدينا أي دور سياسي في عملية تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية اللي هي يعني حاليا تشرف على رسم خارطة الطريق لمستقبل السياسي. طيب إذا لم تتفق الأطراف السياسية الآن على وضع قاعدة قانونية أو دستورية، هل قرار تأجيل الانتخابات وارد في هذه المرحلة؟ هو قرار تنفيذ الانتخابات صدر وتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف في الجلسات الأولى التي كانت تتعلق بالاتفاق على خارطة الطريق اللي طرحت على لجنة 75، ولا أعتقد أن سوف يكون هناك عدم اتفاق على هذا التاريخ. هو العدم الاتفاق يتعلق بنوع العملية الانتخابية فقط، هل هي برلمانية، هل هي رئاسية وبرلمانية، هل استفتاء على الدستور، فهذا النوع العملية هو المطروح وهو المختلف عليه. طيب المعطيات الآن هل تشير إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، أم أن الأمر يبدو أنه يصعب كل يوم كلما نقترب من 24 من ديسمبر؟ بالنسبة للمفوضية لازلنا في دائرة الالتزام باستحقاقات 24 ديسمبر، يعني جميع الخطط والتجهيزات والاستعدادات التي اتخذت إلى غاية هذا التاريخ لديها الإمكانية لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر. طبعا عملية التأخر في استلامنا للتشريعات الانتخابية سوف يؤثر على الخطط اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق. طيب دكتور عماد، دعنا نسأل سؤال صريح جدا، وهو ما هي أقصر مدة زمنية يمكنكم فيها إجراء الانتخابات منذ استلام القانون الانتخابي؟ شوف، العملية الانتخابية مرنة، ولكن تتوقف الإجابة على هذا السؤال يتوقف على نوع العملية الانتخابية. إذا كان مثلا برلمانية فقط فيمكن أن احنا مهما تأخرت القوانين
يمكن الالتزام باستحقاقات 24 ديسمبر، هل رئاسية وبرلمانية؟ رئاسية هل جولة أو جولتين؟ في من يطرح ثلاث عمليات انتخابية، البرلمان يتكون من غرفتين، فالأمور هذه كلها يجب أن تتوفر لكي نجيب على السؤال هل ما زال قائم 24 ديسمبر أم لا. طيب بالنسبة لكم أنتم الزمن، يعني 24 ديسمبر واضح متى سيأتي، لكن بالنسبة للمفوضية متى تستطيع أن تقول أنها لن تستطيع إجراء الانتخابات في هذا التوقيت؟ لنقل أن الانتخابات الرئاسية حددت في لم يتم إجراء تحديد قانون لها بشكل واضح، متى هو آخر موعد لاستلام قانون انتخابي للرئاسة أو الانتخابات الرئاسية؟ شوف، الإجابة على السؤال هذا صعب، والسبب في ذلك أنك أنت تحاول تخلص المدة الزمنية العملية الانتخابية بما يتلام 24 ديسمبر، فالأمر والإجابة على السؤال يتعلق بمتى نستلم هذا القانون أو هذه التشريعات لكي نعيد صياغة الخطة ونعيد ترتيب الخطة ونعيد إعادة النظر في المراحل الزمنية اللازمة لكل خطة. على سبيل المثال نعطيك، لو الدعاية الانتخابية كانت 21 يوم ممكن نقلصها نخليها 10 أيام فقط لكي نكسب 10 أيام في صالح 24 ديسمبر. فالجواب السؤال هذا يتوقف على متى فعلا نستطيع أن نستلم هذه القوانين والتشريعات. طيب أستاذ عماد، في هذه النقاط اليوم المفوضية هل استطاعت أن توفر كل الإمكانيات اللوجستية وأيضا أن تحدد مراكز الاقتراع بالإضافة إلى توفير المراقبين وتجهيزهم للاستعداد لمسألة الانتخابات، أم أنها لا زالت في إطار الاستعدادات وتنتظر القانون؟ جميع الاستعدادات قد اتخذت، في البعض يتعلق بالقانون، بعض الاستعدادات هذه تتعلق بالقانون الانتخابي وتفاصيل الفنية العملية الانتخابية لكي نكمل تلك الاستعدادات. وأعتقد أن استعداداتنا يعني تستطيع أن تقول أنها غطت جميع المراحل، وننتظر نوع العملية الانتخابية القادمة. نعم دكتور عماد، بعض النشطاء ويعني منظمات المجتمع المدني تقول أن الاستقطاب السياسي الحاصل في البلاد وأيضا الوضع الأمني الهش أدى إلى عزوف البعض عن التسجيل في المرحلة الأولى لتسجيل الناخبين في داخل ليبيا، ما رأيكم؟ كيف ترد على هذه يعني المقولات؟ بالعكس، احنا في الخطة المفوضية وضعنا توقعات بتسجيل 500,000 ناخب ليبي، وقد تحقق هذا الرقم، سوف يتم استكماله بالانتخابات أو بفتح منظومة تسجيل الناخبين بالخارج. والنص مليون طبعا أضيفت إلى حوالي 2,300,000 في السابق، أصبح لدينا يعني رقم أو إحصائية تتجاوز 2,800,000، وهذا الرقم نشوفه فيه يعني ممتاز جدا، وهذا بيضفي معيار من معايير العملية الانتخابية المتعلقة بمصداقية سجل الناخبين. أصبح لدينا سجل ناخبين دي مصداقية نستطيع بناء عليه في الانتخابات القادمة. طيب عملية العزوف أعتقد لم يكن هناك عزوف. عادة في بداية العمليات التحديث، وهذا من واقع تجربتنا، تكون معدلات التسجيل منخفضة جدا وتتزايد كلما اقتربنا من يوم انتهاء هذه العملية. نعم، بالنسبة للليبيين في الخارج، بدأتم في تسجيل الآن الليبيين في الخارج، ما هي الدول التي سيتم اعتمادها والتصويت فيها للليبيين في الخارج؟ هل لديكم خريطة بهذه الدول أم أنكم تنتظروا لتروا عدد المسجلين، أو ما هي الخطة الموضوعة من المفوضية؟ طبعا أمس فقط على تمام الساعة 6 بدأت منظومة تحديد سجل الناخبين تستقبل في طلبات التسجيل من الجاليات الليبية المقيمة في الخارج، وهذه العملية سوف تستمر 30 يوم. طبعا التسجيل على الرابط الذي خصص لهذا الغرض متاح لكل ليبي مقيم في الخارج في أي دولة كان، ولكن قرار تحديد الساحات والدول هذا سوف يتخذ حينما نحصل على الإحصائيات التسجيل، ومن ثم نتخذ قرار بأين سوف يكون هناك مراكز اقتراع
للناخبين في الخارج، أي الدول التي سوف تفتتح فيها مراكز الاقتراع. نسأل اليوم عن الضمانات بأن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة، ما هي في رأيك الضمانات التي يمكن أن نتوقع أن تكون موجودة وتحمي الانتخابات في المستقبل من وجهة نظرك؟ طبعا في ضمانات تتكفل بها الإدارة الانتخابية وهي المفوضية، وهناك ضمانات يجب أن تتكفل بها الجهات المشرفة بشكل مباشر على تأمين العملية الانتخابية. السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية لها دور كبير في وضع الضمانات الكفيلة بتأمين العملية الانتخابية. بالنسبة للمفوضية أعتقد أن احنا اتخذنا الكثير من الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. هناك العديد من الإجراءات الجديدة التي لم تستخدم في السابق سوف يتم استخدامها في العمليات الانتخابية المقبلة. على سبيل المثال، يعني الإجراء الجديد في مكافحة التزوير هو استصدار بطاقة ناخب لكل ناخب قد سجل في منظومة تسجيل الناخبين. لدينا تعاون مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بمراقبة المراكز الانتخابية أو تقييم أداء المراكز الانتخابية. يعني هناك العديد من الإجراءات الجديدة التي سوف تنفذ وتطبق في الاستحقاقات القادمة. دكتور، أسأل هنا، هل المفوضية قادرة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بإمكانياتها الحالية؟ نعم، زي ما قلت لك احنا الاستعدادات اتخذت على أساس انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية. هذه الخطط التي نعمل عليها حاليا، ولكن إذا كان الأطراف السياسية كان لها اتفاق غير ذلك، ففي نفس الوقت احنا مستعدين لاستقبال هذه التشريعات الانتخابية ووضعها موضع التنفيذ. دكتور، ما هي الدول المنخرطة في دعمكم لإجراء العملية الانتخابية والمساعدات التي تقدم، وخصوصا أننا رأينا أن الحكومة تقدمت برسالة لكم تطالبكم بالتوضيح الاحتياجات المالية التي تريدونها، فهل هذا يتعارض مع ذاك أم أنكم في إطار التعاون الدولي لازلتم مستمرين في قبول المساعدات المالية أو المادية أو حتى الفنية من المنظمات الدولية وأيضا دول بعينها؟ الدعم الدولي كان موجود منذ بداية الانتخابات الأولى 2012، انتخابات مؤتمر الوطني العام. متعارف يعني لا توجد لدينا الخبرات الكافية لتنفيذ العمليات الانتخابية بحكم أن ليبيا أكثر من نصف قرن لم تكن يعني على مقربة من ما يسمى بالديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي على السلطة والعملية الانتخابية. وبالتالي كإدارة انتخابية استفدنا استفادة يعني كبيرة فيما يتعلق بنقل المعرفة الانتخابية، نقل العلوم الانتخابية للبيئة الليبية، وتحديدا الإدارة الانتخابية المتمثلة في مفوضية. ولكن احنا يعني كإدارة لا نستقبل تقريبا دعم مالي مباشر. الدعم الدولي يأتينا من عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهناك يعني سلة موجودة لكل دولة ترى أن هي تريد أن تدعم الاستقرار في ليبيا من خلال مساهمة مالية، فهذه المساهمة المالية تذهب إلى حسابات الأمم المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة هي من تتواصل معنا ونحدد معها أوجه الدعم الفني فقط. يعني ليس لدينا حسابات نستقبل فيها أموال من أي جهة كانت. طيب، كيف ستتعاملون مع مطالب الحكومة لكم بتحديد احتياجاتكم المالية، وهل ستوجهون لهم هذه الاحتياجات؟ يعني طبعا الأسبوع الماضي فقط تم تسهيل مبلغ 43 مليون إضافية لل 50 مليون التي استلمت من حكومة الوفاق، وأعتقد أن هذا المبلغ يغطي العمليات الانتخابية المقبلة، إلا إذا رأينا أن القوانين الانتخابية تفضي إلى تفاصيل فنية تحتاج إلى تغطيات مالية أخرى، فهذا سوف
نتقدم به لبعثة الأمم نتقدم به لحكومة الوحدة الوطنية لكي توفر هذه توفر هذا التمويل. ولكن الدعم المتأتى الدعوة الدولي المتأتى من بعثة الأمم المتحدة هو كله فني، يعني يتمثل في استشارات فنية، توفير بعض الأجهزة والخبرات والتطبيقات التي استخدمت في دول أخرى. لا نستطيع احنا كمفوضية جلب هذه التطبيقات في ظروف أو في أوقات أو في مدة زمنية قصيرة، بينما البعثة تستطيع أن هي تضمن توفير هذه الإمكانيات وهذه التجهيزات. دكتور عماد، هل أنت مقتنع ولديك أمل بأن الانتخابات ستجرى في 24 من ديسمبر؟ لحد الآن يعني أنا متفائل ولدي قناعات كبيرة جدا بأن سوف نتمكن من تنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر. والسبب في ذلك أن البيئة الداخلية المفوضية والبيئة الخارجية كلها تدفع نحو ضمان تنفيذ هذا الاستحقاق في هذا التاريخ. شكرا لك دكتور عماد. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية المقابلة الخاصة مع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الدكتور عماد السايح. إلى اللقاء.